السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي مصطفى. مرحبا أيها الأعزاء طلاب وطالبة الصف الأول إعدادي الترم الأول لغة عربية ومع قواعد نحوية الفعل اللازم والفعل المتعدي. مرحبا بكم أبنائي الأعزاء مع الفعل اللازم والفعل المتعدي. رابعا قواعد لغوية الفعل اللازم والمتعدي. نشاط: لاحظ الجمل في كل مجموعة مما يلي ثم أجب عن الأسئلة الآتية: ألف وباء. ألف: نجح صديقي في الاختبار، فاز فريق مدرستي، ارتوى الظمآن بماء عذب. هذه أبنائي المجموعة الأولى. والمجموعة الثانية أبنائي اللي هي: واحد، هنأ الحاضرون الفائز بالمركز الأول. اثنين، كافأ المعلم الفريق الفائز. ثلاثة، شرب الظمآن الماء حتى ارتوى. نلاحظ أبنائي في المجموعة الأولى: نجح صديقي. نلاحظ أبنائي أنها كلها هنا أبنائي في المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية كلها جمل فعلية. كلها جمل إيه؟ فعلية، حيث بدأت بفعل: نجح، فاز، ارتوى، هنأ، كافأ، شرب. ونلاحظ أن كل الجمل الفعلية أبنائي هي جمل فعلية فعل ماضي. طيب دي أول حاجة علمناها أبنائي في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. طيب تعالوا نركز أبنائي. نجح صديقي، نلاحظ أبنائي أن المجموعة الأولى: نجح صديقي، فاز فريق مدرستي، ارتوى الظمآن. نلاحظ أبنائي أنها كلها جمل اكتفى فيها الفعل بالفاعل فقط ولم يأتي معه مفعول به. هنا أبنائي الأعزاء عندما نجد فعل يكتفي بفاعله ولا يأتي ولا يتعدى إلى مفعول به، أي لا يأتي في الجملة نفسها إلى مفعول به، هذا يسمى فعل لازم، يعني لزم فاعله فقط، لزم فاعله فقط ولم يأتي بعده مفعول به. هذه الأفعال في اللغة العربية أبنائي كثيرة جدا، ونجدها أبنائي عندما نكتفي يأتي الفعل وبعده فاعل فقط، يأتي الفعل وبعده فاعل فقط ولا يأتي بالمفعول به. قد يأتي أبنائي جر ومجرور، قد يأتي نعت، قد يأتي مثلا أبنائي حال، قد يأتي مثلا أبنائي مفعول لأجله، مفعول مطلق، نجح صديقي نجاحا باهرا، مثلا أبنائي فاز فريق المدرسة فوزا ساحقا، يأتي المفعول المطلق. وهنا إنما هنا أبنائي نقول أن الجملة اكتفى فيها الفعل بفاعله فهذا يسمى فعل لازم. الفعل ده أبنائي الفعل الماضي ده نجح فعل لازم، فاز فعل لازم، ارتوى فعل لازم. لماذا؟ لأنه اكتفى بفاعله ولم يحتاج إلى مفعول به. طب تعالوا نشوف المجموعة الثانية أبنائي. المجموعة الثانية عكس المجموعة الأولى. المجموعة الثانية نلاحظ أن هنأ الحاضرون الفائز بالمركز الأول. إذن أبنائي الجملة الثانية أو المجموعة الثانية فيها فعل وفاعل ومفعول به. لو قلت يا أبنائي هنأ الحاضرون وسكت يبقى كده لم أفهم شيئا. هنأ الحاضرون، هنأوا من؟ هنأوا الفائز بالمركز الأول. يبقى إذن أبنائي هنا هنأ يسمى فعل متعدي. فعل متعدي إلى إيه أبنائي؟ فعل متعدي إلى المفعول به، يعني لم يكتفي إلى الفاعل بحضور الفاعل وإنما احتاج إلى مفعول به تعدى إليه. كذلك أبنائي رقم اثنين، كافأ المعلم الفريق الفائز. كافأ فعل ماضي، المعلم فاعل، الفريق مفعول به منصوب بالفتحة أبنائي الأعزاء. يبقى إذن فيها طبعا الفائز هنا إيه؟ نعت كلمة الفريق. فإذن أبنائي كافأ فعل متعدي لم يكتفي بفعيل المعلم وإنما احتاج إلى مفعول به وهو الفريق. شرب الظمآن الماء، هنا أيضا أبنائي شرب فعل متعدي، متعدي إلى المفعول به، يعني لم يكتفي بالفاعل وإنما احتاج إلى المفعول به. الفاعل هو الظمآن والمفعول به هي الماء. كده أبنائي يكون كأني شرحت لكم الدرس كاملا، وسنشرح هذا الكلام إن شاء الله في الحل القادم. تعالوا أبنائي نقوم بحل هذه الأنشطة لنفهم أكثر القاعدة. واحد، جميع الجمل في المجموعة ألف وب جمل إيه أبنائي؟ كما قلت لكم جمل فعلية، أحسنتم، لأنها تبدأ بإيه أبنائي؟ بفعل، وهذا الفعل فعل ماضي كما قلت لكم. لاحظوا أبنائي، نجح، فاز، ارتوى، كلها أبنائي إيه؟ كلها طبعا إيه؟ أفعال إيه؟ ماضية. فبعد كده أبنائي في المجموعة الأولى الفعل نجح فاعله صديقي، والفعل فاز فاعله إيه؟ فاعله طبعا فاز فريق، نكتب كده أبنائي فاعله فريق. والفعل ارتوى فاعله الظمآن، ارتوى الظمآن. والفعل في الجمل اكتفى بالفعل، والفعل في الجمل اكتفى بالفاعل ولم يحتاج إلى إيه؟
ولم يحتاج إليه مفعول به، ولم يحتاج إليه مفعول به. كما قلت لكم أبنائي، نجح صديقي، فاز فريق مدرستي، ارتوى الظمآن، كلها أبنائي أفعال ماضية لازمة اكتفت بالفاعل وهو صديقي وفريق والظمآن ولم تحتاج إلى مفعول به. هكذا أبنائي شرحت المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية أبنائي في رقم 3، في المجموعة باء، الفعل هنأ فاعله أبنائي، هنأ الحاضر، والمفعول به أبنائي هو إيه؟ به هو إيه؟ الفائز. نكتب أبنائي الفائز. والفعل كافأ رقم 2 أبنائي، كافأ فاعله إيه؟ فاعله المعلم. والمفعول به هو إيه أبنائي؟ الفريق. نكتب أبنائي الأعزاء الفريق. والفعل شرب أبنائي فاعله إيه؟ الظمآن. والمفعول به هو إيه؟ الماء. والفعل في الجمل احتاج إلى إيه أبنائي؟ احتاج إلى فاعل ومفعول به. إذن نستنتج أن الفعل قد يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، قد يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، ويسمى الفعل اللازم. الفعل اللازم لازم فاعله فقط ولم يأخذ إيه مفعول به. أما الفعل أبنائي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به ليتم المعنى، ويسمى الفعل هنا المتعدي، يتسمى إيه؟ المتعدي. كده أبنائي بعد ما قرأت عليكم هذه الأمثلة، تعالوا نشوف القاعدة أبنائي، نستنتج من القاعدة. الفعل في اللغة العربية إما أن يكون من حيث اللزوم والتعدي، ينقسم إلى قسمين، اللازم والمتعدي. الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، مثل الأمثلة التي أخذناها أبنائي في الإيه؟ في الأولى، في المجموعة الأولى. والفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به، مثل الذي أخذناه في المجموعة رقم باء. ملحوظة، لا تنسى أن الفعل من حيث الزمن ينقسم إلى 3 أنواع، ماضي ومضارع وأمر، سواء كان متعديا أم لازما، واللي أخذناها يا ابنائي طبعا فعل إيه؟ إحنا أفعال ماضية كلها. نشاط باء، ضع خطا تحت الأفعال ثم حدد نوعها من حيث التعدي واللزوم. استخرج المهندسون الحديد من باطن الأرض. استخرج فعل ماضي مبنى على الفتح، المهندسون فاعل مرفوع على مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، الحديد مفعول به. إذن أبنائي استخرج هنا فعل متعدي، تعدى إلى الإيه؟ المفعول به، يبقى هنا أبنائي نسميه إيه؟ فعل متعدي، نسميه أبنائي فعل متعدي، استخرج فعل متعدي. طيب، على صوت الجمهور في المدرجات، على صوت الجمهور، طبعا في المدرجات أبنائي نقول عليها جار ومجرور. جار ومجرور، على صوت الجمهور هنا على أبنائي فعل إيه؟ لازم، اكتفى بفاعله وهو صوت الجمهور ولم يحتاج المفعول به بفعل إيه؟ إيه لازم. لا تمشي في الأرض فخورا بنفسك، لا تمشي في الأرض، لا تمشي، هنا طبعا أبنائي ده أسلوب إيه؟ أسلوب نهي، تمشي بيأمرني أو ينهاني، لا تمشي في الأرض، لا تمشي أنت في الأرض فخورا. هنا أبنائي أوعى تخطأ وتقولوا فخورا هي مفعول به، فخورا هنا حال أبنائي، يبقى إذا تمشي في الأرض هنا فعل لازم لأنه اكتفى بفاعله وهو أنت، تمشي أنت في الأرض. فخورا هنا أبنائي نقول عليها إيه؟ حال، حال منصوب، لا تمشي فخورا. إذا أبنائي الأعزاء ده فعل إيه؟ لازم. بعد كده أبنائي صاحب الصديق الحسن، صاحب هنا أبنائي فعل أمر، صاحب أنت الصديقة، الصديق مفعول به، يبقى إذن أبنائي ده فعل إيه؟ متعدي، فعل إيه؟ متعدي. افعل المعروف دائما، افعل أنت المعروفة، فعل متعدي، افعل وهنا فعل متعدي. يسعد الصديق بسعادة صديقي، يسعد الصديق بسعادة جر ومجرور صديقه، لا مالناش دعوة بيه أبنائي، يسعد الصديق يبقى هنا فعل لازم، فعل إيه؟ لازم. نشاط جيم، عبر عن المواقف الآتية مستخدما الفعل اللازم. تعالوا أبنائي نستخدم الفعل اللازم في هذه الجمل. أول جملة عندي 1، الفرح بنجاح الصديق. ممكن أبنائي نكتب ونقول، عايزين نحولها لفعل لازم، نقول إيه؟ فرحت بنجاح صديقي، فرحت بنجاح، فرحت أنا بنجاح صديقي، طبعا جر ومجرور أبنائي، فرحت أنا بنجاح صديقي، يبقى هنا أبنائي ده فعل إيه؟ فعل لازم. عدم الندم على خير فعلته. ممكن أبنائي أجيب فعل لازم من هذه الجملة وأقول لا أندم على خير فعلته. رقم 3، دافع عن وطنك. ممكن أبنائي أقول إيه؟ أنا أدافع عن وطني، أنا أدافع، ولم يأتي مفعول به. 4، الاستماع لنصائح الأب، أستمع لنصائح أبي، أستمع لنصائح أبي، لا يوجد مفعول به، يبقى إذن فعل إيه؟ فعل لازم. عدم التفريط في الحق.
بقول مثلا ابنائي ايه؟ لا تفرط في حقك. اخر واحد عندي يا ابنائي السعي في مساعدة الاخرين، انا اسعى في مساعدة الاخرين. يبقى كده يا ابنائي فعل اتى بالفاعل ولم ياتي بالمفعول به، وكلها يا ابنائي هنا افعال ايه؟ لازمة. كل هذه يا ابنائي افعال ايه؟ لازمة. نشط د، عبر عن المواقف التالية مستخدما الفعل المتعدي. السؤال نشاط رقم ج يا ابنائي خدناه عن الافعال اللازمه، تعالوا النشاط رقم د ناخده على الافعال المتعديه. احترام اراء الاخرين، تعالوا يا ابنائي نخليها في جمله بحيث ناتي بايه؟ فعل وفعل ومفعول. نقول مثلا يا ابنائي احترم اراء الاخرين، احترم انا اراء، احترم فعل مضارع، انا طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره انا مستتر وجوبا، اراء مفعول به منصوب بالفتحه. يبقى كده يا ابنائي فعل ايه؟ احترم فعل متعدي. كتابة عبارات رقيقة، ممكن يا ابنائي اقول جملة كتبت عبارات رقيقة، كتبت فعل وفاعل وعبارات مفعول به منصوب طبعا بالكسر ابنائي نيابة عن الفتحة، لانها يعتبر ابنائي هنا نقول على جمع مؤنث سالم الكلمة يعني. نصح الاخرين، نصح الاخرين، نصح الاخرين بلطف. ممكن يا ابنائي نقول جملة أنصح الآخرين بلطف، أنصح أنا الآخرين، الآخرين هنا أبنائي مفعول به، يبقى إذن الفعل أنصح متعدي إلى المفعول به وهو الآخرين. بعد كده يا ابنائي قراءة الكتب المفيدة، نقول مثلا قرأت الكتب المفيدة، قرأت فعل وفاعل والكتب مفعول به منصوب بالفتح، يبقى قرأ هنا فعل متعدي إلى المفعول به وهو الكتب. بعد كده يا ابنائي اختيار الصديق الوفي، أقول أنا أختار الصديق الوفي. اختار انا الصديق الوفي، اختار هنا فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره انا، والصديق هنا ابنائي الصديق مفعول به منصوب بالفتحه، اذا اختار تعدى الى المفعول به. اخر واحد عندي رقم 6 معامله الناس بخلق حسن، اقول ابنائي مثلا ايه؟ عامل الناس بخلق حسن، عامل انت الناس، الناس مفعول به، اذا عامل فعل متعدي الى المفعول به وهو الناس، وهو ايه؟ الناس. نشطها، ضع خطا تحت الجملة المشتملة على فعل لازم ثم اذكر السبب. واحد، ينبغي اتباع الحق ولو على نفسك، ينبغي اتباع الحق. هنا يا ابنائي دي الجملة دياتي جملة فيها فعل لازم اكتفت بفاعلة ولم تحتاج إلى مفعول به. بعد كده اتبع الحق ولو على نفسك، هنا يا ابنائي تبع أنت الحق، دي جملة إيه؟ طبعا إيه؟ فعل متعدي لا نضع تحتها خط. اثنين، كسر الطفل الكوب، هنا يا ابنائي ده فعل متعدي لم يكتفي بفاعله الطفل وانما احتاج الى مفعول به وهو الكوب. انكسر الكوب، نلاحظ ان ابنائي انكسر فعل لازم اكتفى بفاعله ولم يحتاج الى مفعول به، بنضع خط تحته ونلونها. انتصر الجيش في المعركه، هنا برضه نفس الكلام يا ابنائي، انتصر الجيش فعل لازم اكتفى بفاعله الجيش ولم يحتاج الى مفعول به، في المعركه طبعا جر ومجرور. نصر الله الجيش، هنا يا ابنائي طبعا دي جمله ايه؟ فيها فعل متعدي، نصر فعل متعدي، حيث لم يكتفي بفاعله وهو لفظ الجلال الله المعظم سبحانه وتعالى مرفوع بالضمه الظاهره، وانما جاء بمفعول به وهو الجيش، هنا ايه؟ مفعول به منصوب بالفتحه لانه جمع ايه؟ جمع ابنائي الاعزاء، جمع كما ترون. ضع علم الصح او خطا امام الجمل الاتيه مع تصويب الخطا. تعالوا نشوف ابنائي. نقرا الجمله واللي قدامها نشوف صح ولا غلط. واحد، اشتمل الصديق على خصال الخير، اشتمل الصديق هنا طبعا ابنائي ده ايه؟ يقول لي الفعل هنا متعدي، طبعا ده خطا. لماذا؟ لانه ده فعل لازم، اشتمل الصديق، اشتمل الصديق فعل لازم اكتفى بالفعل وهو الصديق ولم ياتي بالمفعول به، يبقى دي خطا والصواب لانه لازم، والسبب لانه لازم. لا تخاصم صديقك، تخاصم انت صديقك، هنا يا ابنائي طبعا ده اسلوب ايه؟ اسلوب نهي وفيه الفعل والفاعل وهو انت، تخاصم انت والمفعول به، طبعا ابنائي تخاصم فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وصديقك مفعول به منصوب بالفتحه، يبقى اذا الفعل هنا متعدي، اجابه صحيحه، نعمل عليها صح. قدم النصيحه لصديقك، قدم انت، قدم فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره انت وجوبا، والنصيحه مفعول به منصوب بالفتحه، الفعل هنا لازم غلط لانه متعدي، نكتب قدامه ايه؟ متعدي. طبعا ابنائي في اخر السؤال بيقول لي ثم اذكر السبب، السبب بتاعي يا ابنائي الاعزاء على الجمل اللي اخترتها دياتي، اقول اكتفى الفعل بالفعل ولا بالفاعل ولم يتعداه الى مفعول به،
تسمى افعال لازمه. لماذا؟ لان اكتفى الفعل بالفاعل ولم يتعداه الى مفعول به، ولم يحتاج الى مفعول به. هكذا يا ابنائي لم يكون الفعل ايه عندي لازم، اكتفى بفاعله ولم يحتاج الى مفعول به، اكتفى بفاعله ولم يتعداه الى مفعول به، اكتفى بفاعله ولم ياتي بمفعول به. اي كلمه يا ابنائي الاعزاء، المهم تفهم المعنى.